السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو اسرع تاخذو سيترون للضياف ديال الغفله. الوغ عندنا 200 غرام ديال البسكوي كيما بغا يكون، اي نوع بغيتو. غادي نطحنوه وغادي نزيدو معاه 4 حتى 5 المعالق ديال الزبده دايبه. وعندنا حك ديال النسلي عادي، نصف كاس ديال لاكريم، نص كاس ديال سيترون معصر، وقشور ديال سيترون وحده. الوغ دابا غادي نجيو نطحنو هادي 200 غرام ديال البسكوي، غادي نطحنوها ونرجعو. الوغ هنا طحنا البسكوي مزيان، من بعد ما طحناه غادي نزيدو ليه 4 5 المعالق كبار ديال الزبده باش يتجمع لنا البسكوي يولي لنا بحال لاباط. من بعد ما درنا دوك 4 المعالق 5 المعالق تقريبا ولا 4 على حسب ديال الزبده دايبه، كنفرشوها في المول وكنقادو لو نيفو ديالها مزيان تتولي هكا، ونشدو ونديرو الخليط. كنخلطو واحد نسلي العادي ونزيدو عليه نص كاس ديال لاكريم، ونزيدو عليها نص كاس ديال السيترون، ونزيدو قشور ديال الحامضة، ونخلطو كلشي مزيان مزيان مزيان. صافي نخلط مزيان مزيان، كيولي عندنا كريم، كيولي عندنا الخليط بحال هكا، فيه نسلي، نص كاس ديال لاكريم، نص كاس ديال سيترون، قشورة الحامضة. نخلطوهم مزيان 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 مزيان، يا بالفوي يا بالسباتول اللي بغيتو. صافي نخويوهم دابا فوق الخليط، فوق اسمحوا لي نخويوهم فوق لاباط. من بعد ما خويناه غادي نقادوه على لاطاخت كلها، نقادوه في نيفو واحد وندخلوها للفران واحد 5 7 ديال الدقائق وصافي نقدمو. ودابا ها هو من بعد ما برد وقطعناه كيجي روعه، كيجي غزال. شفتو كيجي شهوه منه بالصحه والراحه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وديروا ابوني وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عزاز عليكم وكتعرفوهم وبغيتوهم يجربوا الوصفه. شكرا بزاف.